مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نأنس برفقتكم في حلقة جديدة من لست وحدك. الدمار في البنى والمباني والخسائر في الأرواح والعتاد وتوقف مصادر الرزق وانقطاعها والحرمان من الخدمات العامة ليست سوى مظاهر لثمرات حرب ميليشيا الحوثي والمخلوع، وهي ثمار تحصدها آلة الحرب سريعا، فيما تبذر الحرب بذورا أخرى لخسائر غير مرئية ليس فيها دم يسيل ولا دخان يتصاعد، إنه دمار النفوس. فصدمات الحرب تحدث في النفوس شروخا عميقة عصية على الترميم، منها ما يختفي تحت ستر كثيفة من الحزن، ومنها ما تبديه أثر القلق والاضطرابات النفسية المختلفة والتي تعبر عن نفسها أحيانا على شكل أمراض عضوية، وهي الحالة التي نعيش قصتها في حلقة هذا الأسبوع. حالة الطفلة آية صور قصتها الزميل أنس الحاج وأعدها للعرض ودي عطا. نتابع ثم نعود. المدنيون هم أكثر ضحايا الحروب وأسهل أهدافها حين تغيب الأخلاق، والأطفال هم أكثر المدنيين تأثرا بتبعات الحرب ونتائجها الكارثية. بلغة الأرقام فإن الأطفال يمثلون نحو 42% من ضحايا الحرب، وهم نصف النازحين. وبسبب الحرب حرم أكثر من مليون طفل من أطفال اليمن من حق التعليم بسبب المواجهات ودمار نحو 1500 مدرسة، ناهيك عن آثار الحرب على الوضع الصحي والنفسي لعشرات الآلاف من الأطفال. ونال أطفال تعز النصيب الأكبر من هذه الآثار السلبية. لا يخفى على الجميع ما تعانيه طفولة تعز من انتهاكات صارخة في حقها، إحداها وأبرزها وأمثلها آية ذات 7 أعوام، آية التي نجت من تفجير القذيفة لكنها لم تنجو من العنف النفسي الذي سيظل يرافقها لفترة طويلة في حياتها. مؤلمة هي الآثار النفسية التي تنعكس على الأطفال ضحايا الحرب، وتتباين الإصابات النفسية وفقا لقوة التأثير. بعض الأطفال الذين وجدناهم كانوا قد تأثروا نفسيا، مثل ما قلنا الطفلة آية كما نعلم جميعا بأنها أصيبت بأوجاع نفسية كبيرة جدا ولن تستطيع التغلب عليها إلا بدعم نفسي لها. بعض الأطفال يصابون بحالة تبول لا إرادي، البعض الآخر يصاب بتوترات في المنام فلا يستطيع النوم، بعضهم أيضا ومن أغرب الحالات التي وجدناها أنه فقد النطق كما كان يتحدث سابقا. يعني أحد الأطفال عمره 7 سنوات كان يتحدث بشكل طبيعي، لكن مع فترة الحرب بدأ يتلكأ في الكلام ويفقد النطق تدريجيا. فأعتقد أن التركيز على مثل هؤلاء الأطفال سيساعدهم كثيرا في تجاوز هذه الصعوبات. عندنا أطفال كثيرين وجودهم، من فقد أبوه، من فقد أخوه، من فقد عمه، من أصيبت منازلهم، يشعرون بالرعب، يشعرون بالخوف، يشعرون بأشياء كثيرة. فلذلك نحاول قدر الإمكان وقدر الاستطاعة نحن نخرجهم من الحالة النفسية هذه إلى أجواء مساعدة لهم، وإن شاء الله إن شاء الله ربي يقدرنا ونخرجهم من الحالة هذه. عشرات المجازر التي ارتكبتها الميليشيا في تعز جراء القصف العشوائي على الأحياء السكنية، وفي الجانب الآخر مئات الغارات نفذها طيران التحالف ضد أهداف عسكرية للميليشيا، فضلا عن مواجهات شملت جل أحياء تعز تقريبا، كل ذلك ألقى بظلاله على الوضع النفسي لآلاف الأطفال. آية واحدة من الأطفال الذين تركت الحرب أثرا سلبيا في حياتهم. البنت هذه الصغيرة من كثر الفقايع حق القذائف والطيران وقعبها هكذا، وشوف حتى جسمه ويداته من كثر الفقايع، يعني حتى لما واحد يجي يكلمها تفتز تفتقع، يعني لما واحد يقص يهدئها يعني تتعلم تقص تسكت، لكن لما واحد يقص يفقع يزيد اللي فوق زيادة، ذلك حاولي يعالجنها. وبالليل تقص تفتز ويحصل له فقايع والحبوب هذا اللي فوقها يزيد، بس لما يعالجنا يبتعد شوية. حالة النفسية البنت دائما تخاف بالليل، خوف دائما، عصبية وخايف دائما، خوف حتى هلا يخافوا إنه يخلونا خارج، وراقد وهي تتفزع تتفقع تخاف من أي حاجة من القذائف، حتى لو أبو ضربة رصاصة تخاف. كان بالشارع ولا الطائرة تحوم حق
حق الطيران لوسط القصر، وفي بيتهم بالزهراء. لما وقعت الصاروخ البنت افتقعت وضربت على بطنها، وبعدين كل يوم تقص تفكر دوخت تفكرت لما كده بعد 30 طلع عليها كده. حالة شرود تفصل آية عن واقع المرح الطفولي الذي يعيشه أقرانها من الأطفال وسط مرارة الحرب التي يعيشون مرارتها دون إدراك كامل. صادرت لعنة الحرب بسمتها وتفاقمت المعاناة بعد أن طالت منزل أسرتها قذائف الميليشيا التي تقصف الأحياء السكنية وتحول سكانها إلى قتلى وجرحى أو نازحين كحال أسرة آية. بيتهم ما دخل قذيفة وتهدم بيتهم وتكسر بيتهم، حالتهم بتنك يعني، حتى الثياب البطانيات ما قدروش يخرجوا لهم إلا خير الله، أنا مربك ما يضيعش حد. أسرة آية كان بالشارع قسم من الصبح لمغرب بالشارع، ما لقوش وين يروحوا. أسرته رجعوا عدة أسر بالفندق، ضرحوهم وقدلوا بهم، أصحاب الزهرة مقدلين كامل، كانوا بالشوارع وعدة ناس هلهم دكاكيهم مفاتحين بيوتهم فاتحين ما فتحوش. رجع فضول مني أنني قمت فتحت لهم أماكن، فتحت لهم المدرسة دي ودخلتهم، عملت أجر. إضافة لمعاناتها النفسية وجدت آية نفسها حبيسة هذه المدرسة التي نزحت إليها أسرتها طلبا للأمان. حنا هنا داخل مدرسة نازحين، لما جينا آية صغيرة عادوا بعد التشويه بقسمه، عاد مع الأيام كبر مع القذائف، حتى إحنا هنا بمدرسة والله فقايع وقذائف والباقي على الله وين نروح. في تعز يقول البعض إنهم اعتادوا أصوات القذائف والغارات ولم يعودوا يخشون الموت، لكنهم مضطرون غريزيا للخوف على أطفالهم وحمايتهم، وهو السبب الوحيد الذي قد يدفعهم للنزوح والانتقال من المناطق الملتهبة. ما هربناش من القذائف ولا من الرصاص، احنا هربنا خوفا من الجهال ومن الداخل والخارجين، كانوا يضربوا لداخل الطوق، الضرب كان لداخل البيوت، لكن هنا ما فيش ضربة داخل البيوت، اللهم إنن إجين قذائف فجأة. بس تتداخل لديك مشاعر الحزن والدهشة حين تستمع للأطفال في تعز يحكون عن مشاهداتهم ومشاعرهم في ظل الحرب. أنا كنت جالس أنا وبن عمتي مع حق عمتي الغنمة درعي إلهي، تجيل غنا تجيل قذيفة ونتعور به أنا وبن عمتي، أنا تعورك بالرأس والرجل وتعور بالكتف والبطن والظهر. نخاف لما خلوناش نرقد، ما نجلس إلا نفتقه قامر الطم كسرت الفقايع، كل ساعة لما تجي قذيفة وأنا مرض كل ساعة، وأنا قذائف جين لحقنا السقف، لا عين حقنا للسقف، حقنا السقف كله حفار من كسرة القذائف، لا لما جاء الصاروخ للقص كيف نفتقع مرة ضايق من الحرب. شكل احنا ما نخرجش نلعب ولا نعمل شيء ولا نروح نتنزه. حرمت الحرب الأطفال من أبسط الحقوق، ناهيك عن حق التعليم وحق النوم بهدوء، بل لقد حرم آخرون من حق الحياة. عندي برضو بناتي كمان، حتى لما يناموا يكونوا طبيعي عادي لا يسمعوا، حتى شو أقول لك، حتى القلص إذا طاح للأرض يفزوا نتيجة القذائف اليومية، الصواريخ، الكاتيوشا، الهاون، يعني يخافوا بشكل يعني غير طبيعي. حتى أمس بنتي أقول لك وهي نوم فزت من النوم بحالة خوف رعب، إيش من رعب، إيش في، قالت في قذيفة أني نام عند الطاقة أخاف تجي الشظايا لعندي، بعدين رجعت نامت جنبي نتيجة الخوف، يعني حتى لو خرجت الدرجة وسمعت أي حاجة على سوق القذائف. إحنا الطفولة إحنا حرمنا إحنا من دراستنا، حرمنا إحنا من ألعابنا، إحنا حرمنا من سعادتنا إحنا، بس الله أمرهم لله، إيش على أقول لهم؟ حرمونا إحنا من الفرح وكل حاجة ومن المدارس، كنا ندرس في المدارس رجعونا إحنا للجوامع. بكل هدوء يخاطب الضحايا المتضررون من حرب الميليشيا في تعز أمراء الحرب بلغة بسيطة دون تكلف.
أقول للحوثيين ليش يعني إحنا إيش عملنا بهم عشان يعملوا حبل كذا؟ إحنا أخوان مسلمين، أمة واحدة، خلقنا بنفس الأمة، إحنا إيش عملنا بهم عشان لما يعملون إحنا كذا؟ بس هذه رسالتي لهم. يخافوا من الله، أطفال ما لهم ذنب، المواطنين ما لهم ذنب، إيش السبب؟ إيش عملوا بهم؟ المواجهات المفروض تكون بعيدة عن تكون في عندهم منطقة خاصة للحرب، يعني مناطق صحراوية يكون بينتهم بين مش داخل مدينة، بين السكان، بين حرام. إيش إحنا ذنبنا؟ إحنا إيش عملنا بالحوثيين؟ من أجل دموع الأطفال والحد من معاناتهم ولدت مبادرات تحاول التخفيف من آثار لعنة الحرب التي طالت البراءة ونقاءها النفسي. من هنا جاءت فكرتنا نحن مؤسسة خيرون بدعم من الأيادي النقية في إيجاد هذا المشروع، وهو مشروع جلسات الدعم النفسي لأطفال تعز ضحايا الحروب في مديريتي القاهرة والصالة. طبعا استهدفنا حوالي 140 طفلا في مختلف المناطق المحاصرة، وهدفنا في ذلك إلى أن نقوم بتأهيلهم وإعادة بناء ذواتهم نفسيا من خلال مجموعة من الأنشطة التي سنقوم بها كأنشطة ترفيهية، تعليمية، نفسية، اجتماعية، ثقافية. بالوضع الحالي نحاول قدر الإمكان أن احنا نساعد الأطفال بسبب الأوضاع المتوترة والحروب والأوضاع الصعبة جدا. حقيقة جلسات الدعم النفسي ربما كنا نهدف إلى تنفيذها في عدد من المدارس، لكن كما تعلم أن المدارس مغلقة، بالتالي فتحت المساجد أبوابها لهؤلاء الأطفال لكي نقيم لهم جلسات الدعم النفسي. تستمر ميليشيا الحوثي والمخلوع في قصف الأحياء السكنية، وتستمر أعداد الضحايا بالارتفاع، قتلى وجرحى وأمراض نفسية. تلك هي حصيلة التناقض بين أقلام قادة الميليشيا التي توقع اتفاقيات الهدنة وأفواه المدافع التي تكذبها. والله أنه القذائف كل يوم نصيب، من يروح وين نروح؟ نروح عند الحوثة؟ احنا عايشين هنا وما أصابنا إلا ما كتب الله لنا، وين يد الهدنة؟ وين ودا الصلح؟ وين ودا الخبر؟ كلها كذب وهدر كذب. أدمة الشعب وأدمة الأطفال تعوروا لهم كل يوم جاهل. ويبقى الأمل فيما يمكن أن يقدمه المجتمع المدني ومؤسسات الدولة ومؤسسات الإغاثة الدولية لمستقبل اليمن، أطفالها الذين لا يجوز أن يتركوا واقفين في وجه الحرب لوحدهم. مرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين. آية واحدة من الأنفس الجريحة، واحدة من أبناء جيل يدفع ثمنا باهظا لأخطاء جيل آخر، حرب يدفع فيها الكثير من سلامته الجسدية والنفسية ومن حقه في مستقبل مشرق. معي الآن على الخط الناشط الحقوقي علي الصراري المحامي بمنظمة السياج للحديث حول الأثار النفسية للحرب على الأطفال. مرحبا بك سيد علي. مرحبا بكم قناة القيس، أهلا وسهلا. أستاذ علي، لابد أن التأثيرات النفسية لهذه الحرب على الأطفال لها ما لها من تأثيرات، هل لديكم يعني إحصائية حول هذا الأمر، حول الحالات الموثقة لتأثيرات الحرب النفسية على الأطفال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نتحدث عن الحرب في تعز لأنها تجاوزت في محافظة تعز ما يربو عن العام، ولهذه الحرب آثار ونتائج كارثية مترتبة عليها سواء كانت نفسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو تعليمية على العامة من الناس وعلى الأطفال بشكل خاص. الأطفال يشاهدون الموت والقتل والدمار بشكل يومي، هناك من فقد أسرته، وهناك من شاهد أصدقائه يقتلون أمامه، وهناك من شاهد أبشع المجازر التي ترتكب بشكل يومي من قبل ميليشيا الموت والدمار التي لا تفرق في حربها على هذه المدينة المسالمة. هناك أعداد كبيرة، وكما تعرفون بأن محافظة تعز تكتظ بالسكان والأحياء السكنية والأطفال المنتشرون في كل مكان، برغم الذين نزحوا من داخل المدينة إلا أن هناك أعداد كبيرة من الأطفال لا يزالون هناك في تلك الأحياء السكنية. نعم، يعني التقديرات لا زالت تقديرات يعني وتخمينات، لا يوجد هناك احصائيات معينه حول ارقام محدده ل يعني لهذه التاثيرات. طبعا نحن في منظمه السياج كان لنا دور ملموس وحاضر مع بعض المبادرات النسائيه، التقينا باطفال تعرضوا لصدمات نفسيه
وحالة نفسية صعبة. نستطيع القول من 40% إلى 50% هؤلاء الأطفال هي الحالة التي ظهرت على السطح. هناك حالات أعتقد صعبة وأصعب من تلك الحالة التي ظهرت. وهذا يبرز الدور على المبادرات وعلى المؤسسات والمنظمات سواء الوطنية أو الدولية في هذه الحالة أن يقدموا خدمة ويقدموا دعم نفسي هؤلاء الأطفال. كيف تنظر إلى يعني وأنت في منظمة مختصة بحقوق الأطفال، كيف تنظر لواقع الأطفال ومدى قدرتهم على الحصول على حقوقهم الأساسية ومنها الحق في الأمان وفي تلقي أيضا الدعم النفسي والرعاية النفسية في ظل هذه الأوضاع؟ للأسف الشديد طبعا لا يستطيع الطفل في محافظة تعز أن يعيش بأمان، فما بالك بقدرته على الحصول على بقية الحقوق الأساسية مثل الدواء والغذاء واللعب والتعليم، حقه في الحياة. الطفل في محافظة تعز فقد حقه في الحياة، فما بالك في قضايا أخرى. ناسف كان نرى منظمات لا تستطيع إحصاء تلك المنظمات، لكن ضررها أصبح أكثر من نفعها إلا من رحم الله. فلم نرى مثلا منظمة أو مؤسسة متخصصة في حقوق الطفل قد أصدرت حتى بيان استنكار لما يحدث في محافظات تعز من مجازر ومن تعرض هؤلاء الأطفال لتلك المجازر ولتلك الحالات النفسية الصعبة. تلك المنظمات مع الأسف الشديد أن تستعرض قواها في محافظات أخرى ولا تقدم ربع ما تحصل عليه. استطيع أن نسميها هوامير من المنظمات أصبحت مع الأسف الشديد تبحث عن متطلبات خاصة من سيارات ومن أشياء لا تهم الطفل. نعم. لماذا برأيك تركز هذه الانتهاكات على يعني هذه المنظمات في تقاريرها على الانتهاكات المباشرة والمرئية بينما تهمل الانتهاكات الجسيمة غير المرئية كحالة الصدمات النفسية وما يصاحبها من حرمان من التعليم وغيرها من المآسي التي تجر بعضها بعضا وتتناسل وتستمر حتى سنوات تالية لهذه الأحداث؟ بالتأكيد بالتأكيد هناك دور تقوم به مبادرات ومؤسسات بسيطة في محافظة تعز وهو بجهد ذاتي ومشكور عليه. يعني قدرتها بسيطة وإمكانيتها بسيطة، قد تركز على تلك الجرائم التي أصبحت بشكل يومي ومهمة أو تظهر على السطح مثل الجرائم والمجازر والقتل والإصابات والجروح. كونها حتى وسائل الإعلام يعني مركزة على مثل تلك الجرائم، لكن يتم نحن مثلا كنا في شراكة وتنسيق مع بعض المنظمات من أجل رصد تلك الحالات التي تتعرض لي يعني آثار نفسية قد تصيبها مستقبلا ومنها قد أصيبت في الوقت الحالي، من أجل معالجة هذه المشكلة سواء بجلسات سواء بالدعم النفسي سواء في دورة تدريبية سواء في تقديم خدمات تأهيلية إلى ما بعد الحرب، كونها صعب من الصعب الآن التعامل معها كون القبائح تصل لكل مكان إلى كل مكان. لو مثلا قمنا باختيار مدرسة معينة سيتم استهدافها وسيتم يعني قتل عدد كبير من الأطفال الذين يتم تأهيلهم نفسيا. إذن الوقت يعني من وجهة نظرك لا يزال غير متاح للقيام بهذه الأنشطة؟ يعني بنسبة ما شيء ما، لكن أتمنى من المنظمات أن تركز على هذا الجانب من أجل القيام حتى ولو بالدور البسيط من أجل إعادة تأهيل بعض من تعرض نعم. إلى صدمات نفسية. نعم، وإلا تواجهنا مع جيل مشوه نفسيا و كوارث كما قلنا تتناسل. نعم أستاذ، كان لمنظمتكم نشاط ودور ملموس فيما مضى في كشف مسألة تجنيد الأطفال ومكافحة هذا التجنيد سواء كان من قبل الجيش أو من قبل ميليشيات، هل لا زال لديكم نشاط مماثل؟ طبعا التجنيد في اليمن في تداول مستمر ولا يتوقف، وهناك استقطاب حاد من قبل الميليشيا التي تستغل الوضع الاقتصادي للأسر اليمنية. تستطيع القول بأن هذه الأنشطة شبه متوقفة، أنت تعلم السبب. لا نستطيع
نستطيع ممارسة مثل هذه الأنشطة سوف نكون من ضمن المنتهكين، من ضمن يعني الآن الدعم بشكل عام هو توقف بما يخص هذه الجوانب، ويصب الدعم في أمور أخرى الجميع يعرفها. يعني نحن يا أستاذ علي لا نعرفها، حدثنا عن ما تعرفه في جانب أين يذهب هذا الدعم الدولي للمنظمات الدولية والتي تضخ بملايين الدولارات ولا يراها أحد سوى منظمات منحازة. مع الأسف الشديد تذهب إلى منظمات وقائمة من المنظمات هي عاملة تحت وطأة الميليشيا وتحت قوة الميليشيا وبتوجيه، ولا تقوم بعمل بشكل حيادي ولا تنقل الحقيقة بأمتها وكما هي، لكن هناك أجندة معينة تقوم بها تلك المنظمات مع الأسف الشديد، وتحدى أي منظمة تستلم في هذه الأثناء وفي هذه الحرب دعم وتقوم بالعمل كما هو وبضمير إنساني. هناك مجازر يومية في محافظة تعز وكأن نعم. أبناء تعز وأطفال. هل هذه المنظمات تتبع مباشرة الميليشيا أم أنها انساكت إلى العمل يعني وهي موجودة من قبل؟ هناك منظمات جديدة تم استحداثها من قبل الميليشيا، وهناك منظمات مع الأسف الشديد كانت تعمل في الحق الحقوقي والآن أصبحت تابعة وتنفذ أجهزة معينة. تحصل على دعم. كيف يعني تقوم المنظمات الدولية بتمويل هذه المنظمات الناشئة التي لا تاريخ لها في العمل الميداني والتي يعني في العمل الحقوقي وهكذا يتم الاعتماد لها بكل سهولة؟ نعرف أن البروبوزل أو مشاريع يعني التي تقدم للمنظمات تأخذ وقت وتأخذ كثير من الجهد حتى إقناعها للممولين. أقصد قدمنا مشروع سيدي، كنا إذا قدمنا مشروع كانت هناك إجراءات وهناك أمور نعم. حتى يتم الموافقة على ذلك المشروع. نتفاجأ الآن بمشاريع تطبخ يعني بلحظات يتم الموافقة عليها. لا أدري كيف يتم، لا أدري كيف متى يتم تقديم هذا المشروع ويتم الموافقة عليه وإنزال الدعم الغير معقول يعني الخيالي من أجل إصدار بيان العدوان، بيان كذا من هذه الأشياء، بيان منحاز من أجل بيانات منحازة يعني. نعم. عموما يعني نخلص إلى أن عمل سياج أو المنظمات المهتمة بمنع تجنيد الأطفال متوقف حاليا في هذا السياق في عز الاحتياج إليه، أليس كذلك؟ تلقى نتائج سلبية جدا. المحامي بمنظمة سياج على إصراري كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. حماية الأطفال من مخاطر الحروب واجب وأمانة، وتأثير الحرب على سلامة الأطفال النفسية ينعكس سلبا على حياتهم وأمانهم وأمان المجتمع ككل في مرحلة الحرب ومرحلة ما بعد الحرب. نتمنى لكل الأطفال حياة متعافية من الصدمات وآثارها. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ينضم بعده إلينا المحامي عبد الرحمن برمان عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، لا تذهبوا بعيدا. أجدد الترحيب بكم أعزائي المشاهدين، كما أرحب بضيفي عبر سكايب المحامي والناشط الحقوقي عبد الرحمن برمان عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان. مرحبا بك سيد عبد الرحمن. أهلا وسهلا. تشكلت هذه اللجنة بموجب قرار جمهوري في سبتمبر من عام 2015، أي تاريخ تعيينكم في هذه اللجنة، قرابة 8 أشهر إلى الآن، ماذا أنجزتم؟ نعم، أولا بسم الله الرحمن الرحيم، وأسعد الله مساءكم ومساء المشاهدين الكرام لقناة بلقيس. حقيقة اللجنة جاءت بعد متابعة كبيرة جدا من قبل المجتمع المدني ومن قبل المجتمع الدولي، وكانت جاءت بناء على قرارات دولية ابتداء من مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان الذي دعا الحكومة اليمنية في 2011
الى تشكيل لجنه للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان التي حدثت للمعتصمين سلميا، وظل اعلنت في ساعتها حكومه مجور باستعدادها لاعلان هذه تشكيل هذه اللجنه لكن لم تشكل، وصدر قرار جمهوري في سنه 2013 بتشكيل اللجنه لكن لم يسمى اعضائها الا كما ذكرت في سبتمبر 2015. حقيقه اللجنه بدات وقمنا باعداد الكادر الوظيفي وكادر النزول الميداني والرصد، قمنا بعمليه تدريب 30 راصد، وبدا الراصدين منذ شهر فبراير الماضي بالعمليات الرصد. لدينا اليوم حدود ما يقارب 500 قضيه اصبحت في موجوده امام اللجنه معروضه، تحال هذه القضايا الى لجنه التحقيق التي بدانا تشكيلها من اعضاء النيابه العامه. نعم. وقد بدانا في محافظه عدن كاول محافظه، محافظة عدن والمحافظة المجاورة لها كأول محافظة بدأت الآن التحقيقات الفعلية من قبل المحققين التابعين للجنة وهم أعضاء في النيابة العامة. كيف تتلقون الشكاوي أستاذ عبد الرحمن؟ نحن نتلقى الشكاوي مباشرة أمام اللجنة أو عبر الراصدين ومندوبي اللجنة المنتشرين في كل المحافظات، لدينا 30 راصد في كل المحافظات، ولدينا أيضا فرق عمل هي احيانا نشكل فرق عمل، مثلا في لدينا في صنعاء فريق عمل، ولدينا في تعز فريق صنعاء عمل، لدينا عمل نعم نشتغل في صنعاء. وكيف يعمل في ظل هذه الظروف الفريق الذي في صنعاء؟ هو يعمل في ظل ظروف صعبه لكنه لا يوجد هناك يعني اشكاليات كبيره حتى هذه اللحظه، ويقوم بلقاء الضحايا واخذ افاداتهم وترسل الينا مباشره استمارات الرصد، ويعني نستعد للمرحلة الثانية في المناطق المناطق التي لم نبدأ فيها وهي مرحلة تعيين المحققين، ويعني بدء عمليات التحقيق في المحافظات المتبقية. ما هي القضايا التي تقبلونها أو تركزون على تلقيها كشكاوي؟ نحن بداية نتلقى الشكاوي التي تعد اختراقا للقانون الدولي الإنساني وأيضا القانون حقوق الإنسان، وأيضا انتهاكات الجسيمة التي تشكل التي هي انتهاكات ذات خطر عام على المجتمع، ومثل عمليات القتل، انتهاك الحق في الحياة، اعتداء على السلامة الجسدية، مثل عمليات الاعتقال، عمليات الإخفاء القسري، عمليات التعذيب، حصار المدن، أيضا قصف الطيران، القصف العشوائي للمدن، قصف المدنيين، نعم، تجنيد الأطفال، الألغام، هناك قضايا متشعبة وكثيرة وانتهاكات عديدة. لكن أود أن أسأل عن الشروط، شروط قبول هذه الشكاوى، أن يتقدم بها مواطنون، هل أن يكون بحوزة وثائق معينة أو شيء، يعني ما هي شروطكم؟ نحن نتلقى أي شكوى تقدم لنا ثم بعد ذلك نفحصها، هل هي صالحة يعني لان نجري فيها التحقيق احلناها الى استكمال التحقيق. نعم. اذا لم تكن صالحه نضعها، يعني لا نلغيها ولكن نضعها حتى تستكمل ادلتها، والتي حتى نطمئن انه هناك حدث فعلا هذا الانتهاك، وحتى تكون اللجنه يعني على بينه. نعم. في تعاملها مع هذه الانتهاكات. ايضا اللجنه، كنت أود أن أسأل، ما هي الصلاحيات التي في أيديكم حيال القضايا المعروضة عليكم والتي تحققون فيها؟ نحن حدد حدد القرار الجمهوري واللائحة الداخلية صلاحيات اللجنة في إجراء عمليات التحقيق، في الاستماع إلى الشهود، أيضا للحق من صلاحيات اللجنة استدعاء أي مسؤول من مسؤولية الدولة، وفي حال رفض أي طرف أو أي جهة أو أي مسؤول أو مواطن أو كل من لديه معلومات استجابة للدعوة لاستدعاءات اللجنة، يحق للجنة استخدام القوة عن طريق الشرطة في إحضاره ظهرا أمامها. يعني لدينا صلاحيات كبيرة، ونأمل يعني أن إن شاء الله تضع الحرب أوزارها كي نستكمل إجراءات التحقيق، وكي نستكمل أيضا الأدلة لكثير من القضايا التي منظورة أمام اللجنة. كيف يتم التحري يعني والتحقق من مصداقية هذه الشكاوي؟ تفضل. عفوا، بس اضيف الى ايضا من صلاحيه اللجنه، نحن لا نجري عمليه تحقيق فقط واعلانها للراي العام، نحن لدينا صلاحيات في حاله هذه
الملفات بعد أن نستكمل إجراءات التحقيق وبعد أن نصدر التقرير. لدينا صلاحية أولا في إصدار قائمة بأسماء المنتهكين، يعني لن تكون هناك عموميات، لكننا سنذكر بالأسماء من مارسوا عمليات الجرائم من أي طرف من أطراف النزاع في اليمن. لدينا صلاحية في أيضا تسليم هذه، سيسلم هذا التقرير لمجلس النواب إذا كان هناك إجراءات عاجلة، خصوصا تعويض الضحايا وما أشبه ذلك، مستقبل الجرحى. نعم، مجلس النواب الذي سيكون إن شاء الله في مستقبل المدينة قريبا. وأيضا كنت أسأل على جزئية كيف تتحققون من صحة هذه الشكاوي. لدينا صلاحية، نحن نستمع إلى الشهود. حتى الآن استمعنا إلى عشرات ربما مئات، إلى الآن مئات الشهود استمعنا إليهم أمام الراصدين، ثم بعد ذلك يأتي المحققين إذا وجدوا هناك يعني هناك استكمال هذه الشهادات نستكملها. أيضا لدينا نتحقق بواسطة التقارير الرسمية، التقارير الطبية، الصور، الفيديوهات. هناك يعني وسائل كثيرة للتحقق من هذه الانتهاكات. نحن الآن على مرحلة خلال الأيام القادمة سيكون هناك نزول ميداني إلى كثير من مواقع أو مناطق التي تعرضت للانتهاكات لتطلع اللجنة مباشرة على هذه. سيد عبد الرحمن، عملنا في برنامجنا على عدد من القضايا التي وثقت فيها كاميراتنا انتهاكات لحقوق الإنسان أو تأثيرات لاحقة لهذه الانتهاكات. سنرسل إليكم بنسخة منها أو نسخ من هذه الحلقات إن شاء الله، لعلكم تستفيدون منها. وسنكون شاكرين لكم. نحن نستقبل من كل الأطراف، أيضا نستقبل من المجتمع المدني. إلى الآن لدينا عشرات الآلاف من البلاغات التي قدمت من المجتمع المدني. هناك منظمة واحدة قدمت 21 ألف حالة انتهاك قدمتها للمنظمة. يعني لو أتيت إلى مقر المنظمة لوجدت هناك كراتين وصناديق يعني امتلأت ملفات الانتهاكات. 21 ألف حالة انتهاك يعني من منظمة واحدة فقط، يعني منظمة واحدة. ونحن الآن لقينا أيضا منظمة أخرى في هذا الأسبوع لم نفرز حتى الآن عدد كبير جدا، يعني آلاف الانتهاكات. أعانكم الله، يعني المهمة جسيمة وثقيلة. نتمنى لكم يعني كل التوفيق والعون فيها إن شاء الله. وما يقدم المجتمع المدني نحن نعتبره بلاغ، يعني نعم. المجتمع المدني يحق له أن يقدم البلاغات ونحيلها إلى الراصدين للتأكد منها وأيضا إلى لجان التحقيق التابعة. إذن نستغل هذه الفرصة، لو هنالك يعني رسالة أو كلمة توجهونها للمجتمع بشكل عام للمساعدة في حفظ الذاكرة وحفظ حقوق الضحايا بالتوثيق وبالإسهام، يعني كيف يمكن أن تخاطب هؤلاء؟ أولاً أنا أدعو كل المواطنين في الجمهورية اليمنية، كل من تعرض لأي انتهاك من الانتهاكات، أن يقدم يعني شكوى وأن يقدم ما تعرض له من انتهاك. ونحن نحتفظ بكل ما يصل إلينا يعني أمور سرية التي احنا خوف من بعض، يعني لاحظنا كثير جدا وهذا ما نعانيه، هناك خوف شديد جدا من قبل أهالي الضحايا ومن قبل بعض الضحايا أن يتحدثوا في الكثير من المناطق، حتى يعني لا يقوم الطرف الذي مارس الانتهاك لا يقوم بال يعني حتى لا يقوم بمطارد عمليات انتقامية. نعم نعم، نحن جميع ما يصل إلينا هي أمور سرية، حتى في حالة خطر على الشهود وعلى الضحايا نحن نستخدم عند تسليمنا التقرير وتوزيع للمنظمات الدولية نستخدم رموز في حال إذا كانت هناك معلومات خطيرة تؤدي إلى خطر على الضحايا. إذن كل هذه الحقوق التي أهدرت لا يمكن أن تسقط بالتقادم، يجب أن يتقدم أصحاب هذه الحقوق لتوثيقها وللانتصاف لهم من انتهكها. نعم، هي دعوة أيضا لكل المواطن حتى الذي لم يتعرض للانتهاكات، من لديه أي شهادات أي صور أي وثائق أرجو أن يقدمها لنا حتى يساعد في كشف الحقيقة وفي أيضا تحقيق العدالة وفي إنصاف الضحايا. أخيرا هي دعوة لكل أطراف. أخيرا سيد عبد الرحمن، هل تفضل. دعوة لكل أطراف النزاع في اليمن على أن يحافظوا على حياة المواطنين، على حياة المدنيين. نعم. عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، ويجب عليهم أن يعلموا أننا سنكون أمام حقيقة جدية
ولن يعني نتغاضى عن أي طرف من أطراف النزاع، نحن نحقق ونتلقى الشكاوى من أي طرف من الأطراف ضد أي طرف من الأطراف. نعم، هل هناك وسيلة للتواصل حتى يمكن عرضها على المواطنين للتواصل معكم في خاصة في المناطق التي لا زالت تحت سيطرة الميليشيا؟ نعم، لدينا إيميل خاص لتلقي الشكاوي، ولدينا أيضا الموقع الإلكتروني ربما يكون هذا الأسبوع جاهز يطلق لتلقي الشكاوي، سنضع هناك استمارة الرصد، يمكن لأي مواطن أن يدخل ويعبي هذه الاستمارة والمعلومات والانتهاك الذي حدث له أو لأي شخص آخر، وأيضا يمكن أن يدلي بشهاداته ويرسلها إلينا. وسنعمل نحن في البرنامج على نشر هذه الوسائل إن شاء الله. المحامي عبد الرحمن برمان، عضو لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك. وحتى تنجز اللجنة أهدافها، فإننا ندعو كل من يملك معلومات عن قضايا انتهاكات حقوق الإنسان أن يتواصل باللجنة عبر الطرق التي ذكرت في اللقاء قبل قليل. أعزائنا المشاهدين، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، نذكركم بأن وسائل اتصالنا بكم مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، ويمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. آية عبد الله، تم الرصد، في أمان الله.